كل شيء ما كاينش المخزن، ما عندناش المخزن، كل شيء نهار الاول المخزن، كلنا المخزن كيبغي البسيطه ولا الوسيطه ولا باك صاحبي، من غير هذا الشيء ما كاينش. كتمشي لعند المخزن، انا بدي مشيت للكوميسير ما عطانيش وقت، ما عندناش المخزن في هذه البلاد، عندنا سيدنا الله ينصره وكنطلبوا منه هو يشوف من حالنا، اما المخزن ما كاينش. هاد الام مريضه وبنتها عندها 4 سنين مريضه مرض نفساني، تعلمات بنتها الى حقين في هذه البلاد. واش هذه البلاد عطيها القايد كيتفرط الزناقي واخد 6 مليار باش يمشي يدير فضيحه اخرى؟ ها وهاد المرأة مسكينة شنو عندها؟ لا غتعطي 6 مليون ومرت براسها ما عندها حتى ريال، اش غيديروا في هاد البلاد؟ بلاد الحقرة، الله ياخذ فيهم الحق. ما عندنا لا مخزن، أنا تنقولها اللي بغاني بغاني، ما كاينش المخزن، ما عندناش الأمن، عندنا الحقرة وعندنا الملك فقط. من غير الملك والملك شحال قدو يبقى حاضي، شحال قدو يبقى يشوف هذا وهذا وهذا. اللهم إن هذا منكر.